برحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة أبدأها معكم بأهم العناوين. ارتفع عدد شهداء الحادث الإرهابي في سيناء إلى 31 شهيدا بعد العثور على جثة مجند أمس، وعودة آخر على قيد الحياة. مجلس الوزراء يوافق على إجراء تعديل قانوني يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المتهمين بجرائم الإرهاب، وبدأ تنفيذ حظر التجوال. بدأ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم، والطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري بمسيرة في الحسين.